اللي انت خايف من الموت ودورت على العلاج مش هتلاقي علاج، العلاج في دم المسيح. انا اصبت بمرض نفسي من 74 ل 81 بسبب عقدة الذنب، يعني عملت خطايا كتير قوي وانا صغير ابتداء من الاعداديه، وغصت في الشر جامد قوي، وكنت دايما عندي فكره ان انا لو قبل ما اموت بساعه ولا حاجه الرب سامحني وخلاص. لكن مره كنت جاي وراح اشتري سجاير ولقيت رجلي الشمال دي تقلت مني في الشارع، كان عندي 22 سنه ساعتها في ثانيه كليه، ولقيت نفسي بموت فعلا، يعني قلبي بيسحب مني وجسمي تلج بموت. اللحظه دي افتكرت ان انا راح جهنم ومش راجع منها تاني، وكنت انا حضرت كام اجتماع كده وسمعت دود لا يموت ونار لا تطفئ ويسهر دخان عذابه من الابد الابدين، وصوت جوايا لو رحت المكان ده دلوقتي مش راجع تاني. وقفت في الشارع مش قادر اتحرك، وبالصدفه واحد صديقي طلع وفي ايه، قلت له انا تعبان جدا، فخدني عنده في البيت. من اللحظه دي بقى ابتدى الخوف يركبني. عشت 7 سنين في خوف رهيب جدا جدا جدا، خوف من الموت كل لحظه، والسؤال كان بيطرحه عليا دايما سؤال كده، لو مت دلوقتي تروح فين؟ لو قاعد باكل لو مت دلوقتي تروح فين؟ لو دخلت سينما اتخنق واطلع، لو مت دلوقتي تروح فين؟ لو سمعت عن شخص مثلا عنده سرطان يبقى انا عندي سرطان. بالليل من الساعه 5 اول ما الدنيا تظلم اخاف انزل من البيت، ما اقدرش انزل من البيت، لدرجه ان انا جبت ناس يصلوا لي يعملوا لي احجبه، محمول لك عمل، مش عارف كل ده ولا اثر فيا خالص، مجرد ما الدنيا ظلمت اخاف انزل الشارع وجسمي يسيب وما اشعرش ان انا اشعر ان طاير كده مش حاسس بحاجه خالص. يعني خدت علاج لمده 7 سنين، ورشامه الواحده لو خدها واحد سليم تنام اسبوع، انا ما كنتش بنام، كنت خايف انام لحسن ربنا ياخد روحي مني وانا نايم، فافضل سهران لحسن ربنا ايه ياخد روحي. خدت كهرباء على دماغي، جلسات كهرباء، لكن كل ده ما عملش حاجه، كل قدر يعمله ان انا كنت بمارس الحد الادنى من الحياه. احيانا كان يجي لي فكره غريبه قوي، لما اتجوزت كانت مراتي موجوده وانا تعبان جدا جدا، كنت شايفها نايمه كده وشان يقول اخنقها انت هتموت وهي هتعيش بعد كده، اخنقها احسن، وكان هو تجذبني كده عايز اخنقها، بس كنت قام بالعافيه اطلع البلكونه، عايز حد عايز يشيلني وعايز يرميني، ابقى ماسك في الجدار بتاعت البلكونه وخايف، يا رب يا رب يا رب مش قادر. بقيت بعد كده حاجه غريبه تحصل لي، اخش الحمام اتخنق، قلت له يا رب حتى اخش الحمام انا مش قادر، يعني العيد بكره وانا جايب الاكل وداخل البيت تفتح لي باب الشقه عشان اخش، مش قادر اخش باب الشقه، خايف اموت. ليه؟ فلان في يوم من الايام كان داخل البيت ويوم العيد ودخل ومات، فخايف اخش. تفضل تتحايل عليا طب عشان السكان اللي جنبينا، طب تعالى خش، فكنت مش قادر اخش الشقه، فاول ما اخش راح مرتبي في الارض افضل اعيط، اعمل ايه؟ اروح فين يا رب؟ مش عارف اروح فين، الحياه ملهاش اي طعم، ولولا انا كنت بخاف من ربنا فعلا انا كنت انتحرت. المهم في يوم من الايام اخو المدام قال لي بتيجي مع الكنيسه، رحت الكنيسه اليوم ده وانا كنت متحطم ما فيش امل في حاجه خالص، يعني دخلت الكنيسه وكان القسيس بيتكلم عن حاجه غريبه قوي، بيتكلم عنها اول مره اسمعها، يعني لما ربنا قال لشعب اسرائيل اذبحوا كل واحد يذبح خروف يعني ورش الدم على العتبة العليا والقامتين، الملاك بالليل لما يعدي مش هيبص مين جوه لكن بص للدم المرشوش بره. يلي انت خايف من الموت بالظبط كده ودورت على العلاج مش هتلاقي علاج، العلاج في دم المسيح. اليوم ده صرخت من قلبي يسوع ارحمنا الخاطئ بصوت عالي في الكنيسه، حسيت ان انا كنت في بر كده، البر ده الناس كلها راحه جهنم وانا ربنا خدني من المكان ده وداني رصيف التاني. لقيت كنا يوم انام بنام كويس، كنت بشرب سجاير مخدرات مفيش مشكله، كنت ماسك مجمع بيجي المخدرات دي ببلاش. في اليوم ده نمت من غير برشام، نمت بغير اي حاجه، وقمت الصبح واحد تاني خالص. يعني بقول له دكتور انا حصل معايا كذا كذا كذا، قال لي اوعى تبطل علاج، لو بطلت علاج هيجي لك شلل اهتزازي، انت بتاخد برشام زي ادمان لمده 7 سنين، بلاش تبطل علاج. قلت له انا حاسس ربنا لمسني، قال لي مدحت ما تبطلش البرشام، وانا كنت جوايا زي نزفه الدم اللي يعني برقت في الحال، عارف شعرت انها برقت في الحال يعني، وانا حسيت فعلا ان ربنا شفاني فعلا يعني، فبطلت العلاج. قال لي طب تعالى لي بعد شهر، رحت له بعد شهر، قال لي بتقول بنام كويس باكل كويس، طب تعالى بعد شهر تاني، رحت له بعد شهر تاني، قال لي مدحت دي معجزه من عند ربنا، انت طيب وربنا ايه اتعامل معاك. في حد قال لي يعني قبولك لمسيح مش معناه انك سلم، انت محتاج تعيش حياة صلاة كل يوم، تعرف كتاب كل يوم، ربنا مش هيسيبك لأن العدو مش هيسيبك برضو. فابتديت أفهم إن كلمة ربنا مهمة جدا بالنسبة لي، بقيت أقرأ في الكلمة وأشبح بالكلمة، والآية لمستني جدا جدا لحد دلوقتي أعيش بيها، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا إيه كل شيء. من ضمن الحاجات اللي ربنا كان بيتعامل معايا بيها
عشان يشجعني. انا طبعا جاي من ضلمه جامده قوي، كنت حاسس ربنا ده بالنسبه لي عدو عايز ياخدني في اي وقت وانا خاطي، يعني هو مستنيني على غلطه. اكتشفت بعد كده قد ايه محبته كبيره قوي قوي. ابتديت افهم ان علاقتي بربنا مش مبنيه على مشاعري، لكن مبنيه على كلمته وصدق كلمته. ابتديت انمو في علاقتي مع ربنا من خلال الكلمه، بقيت اشهد للمسيح يعني مش بيخلي حد. مفيش حاجه مستحيله على ربنا. لو وصل بينا المرحلة، أنا كنت بقول كده ربنا، يعني أنت جبتني من الحضيض، جبتني من الأسهل بعد ما فشلت وبعد ما جربت كل الطرق، لكن إيدك المحبة نشلتني. أنا شفت ربنا لما تغيير حصل في حياتي، أنا مكنتش كده خالص، ولا كنت أفكر أكون كده. شفته لما بيتعامل معايا بيغير ذهني، ذهني اللي كان مليان نجاسة ومليان أفكار نكسة أفكار شر، لا اتغير الذهن بقى ذهن مقدس. شفت ربنا لما خلي الدنيا حب للناس، يعني فعلا المحبة دي ممكن شعر عن حاجة، لكن ازاي احب الناس وازاي اخدمه شفته فيه. شفت ربنا في معاملاته الشخصية معايا المادية في كل حاجة. انا بالضبط زي يعقوب لما قال كده، انا بعصاي عبرت الاردن اما الان فقد صرت جيشين. شفت ربنا لما انا فعلا عايز ارمي نفسي من بلكونة وحاجة بتشدني وهو يشد، ما كان ممكن ارمي نفسي. شفت ربنا فعلا لمواقف كتيرة اتظلمت فيها وربنا وقف جنبي. أنا موجود النهاردة بنعمة ربنا. أنا النهاردة نشكر ربنا عندي 70 سنة، الشيطان بيحاربني بالموت وأنا عندي 22 سنة، كل يوم حتموت كان يقول لي كده، لكن ربنا قال لي الحياة في إيدي مش في إيد حد تاني.